الذين يصطفون مع أعداء الدين شعروا أو لم يشعروا هم صنفان: غالي وجافي. غالي بمعنى أنه متشدد، يطبق أحكام الشرع على كل أحد من الناس، لأنه وجد آية أو حديث عامة في حق الكفار فيطبقها في حق كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومفرط، فيظن أن سبب هذه الفتن هو الدين، فيريد أن يترك المجتمع الدين ويطبق بلده كما يوجد في بلاد الغرب، فيقول الغرب يعيشون في رغد عيش لأنهم لم يبنوا حضارتهم على الأديان، فلماذا لا نكون مثلهم؟ والله سبحانه وتعالى قد بيّن أن هذه الأمة إنما رفعتها بما أنزله الله سبحانه وتعالى لها: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني أننا إذا لم نطبق دين الله فإننا سوف نسأل، فيكون العقاب على أمة محمد أعظم من العقاب على الأديان الأخرى، لأنها مأمورة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة مأمورة أن تطبق دين الله سبحانه وتعالى، وما منا إلا له مقام معلوم.